كنظن بان الا كان السيد الامين العام يعني يخذ الوقت ويمكن كي يعتبر واحد التاخير في اعلان الترشيح ديالو، فهذا كان مردو الى التردد ديالو. مش كنقول التردد ديالو لانه فات سبق انه اعلن انه لن يتقدم، ولكن كاين انتما كتقولوا انتما انا خصنا غير نحددوا شكون حنايا. حنا كاين مجموعه الوزراء، مجموعه البرلمانيين، مجموعه القياديين في الاقاليم اللي عبروا على الرغبه بالتمسك بالسيد الامين العام. السيد الامين العام لان اليوم كيترأس واحد الجماعه من عفوا واحد الجهه من اكبر الجهات في المغرب. اليوم الامر كيتعلق بكيفاش غادي نعطيو واحد النفس جديد للحركه الشعبيه بقياده هذا الرجل هو على راس الحزب. السيد الامين العام هو على راس الحزب، ما يمكنش نختزلوا المساله ديال الشباب في شخص. المساله ديال الشباب راه كاين واحد المجموعه ديال القواعد كما صرحت، واحد المجموعه ديال المؤسسات، المكتب السياسي، المجلس الوطني، التنظيمات الموازيه اللي الباب مفتوح اليوم للشباب. اذا الكره راه عند الشباب اليوم هرعه، راه حنا كنمدوا يدينا فينا هما بغيناهم غير يجيو لعندنا، الابواب مفتوحه. فباش نرجع للسؤال اللي طرحتي، فعلا كاين تمسك بالسيد الامين العام وكاين تشبث به، وهذا اللي كيفسر ربما هذا الاعلان المتاخر، لان يمكن خذا الوقت الكافي باش يفكر وباش يلبي الدعوه ديال المناضلين. لا نقول لك، شوف انا لا يمكن، انا فاش كترشح السيد الامين العام لا يمكنني الا ان اكون بجانبه.